القناة اللي قدامك دي اتعملت في آخر سنة أكتر من 97 مليون مشاهدة، وصاحب القناة دي هو شخص مجهول محدش يعرفه، لا بيظهر بوشه ولا بيقدم محتوى أصلاً. كل اللي بيعمله إنه بيستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي المجانية اللي أنا هشرحها لك وأوريك إزاي تستخدمها في الفيديو ده، في إنه يطلع فيديوهات احترافية بتجيب تفاعل غير عادي. يعني بينزل تقريباً كل أسبوع فيديو، الفيديو بينزل من هنا وبيبقى عليه تفاعل غير طبيعي. ولو جينا وبصينا على إحصائيات القناة دي على موقع سوشيال بليد هنلاقيها إنها بتعمل من 260 دولار ل 4200 دولار شهريا. فلو خدنا جوله كده جوه الفيديوهات اللي بتعملها القناه دي هنلاقي الفيديوهات بتاعته عباره ان هو بيجيب شخصيه بالذكاء الاصطناعي ويجيب كوتس او اقتباسات برضو عن طريق الذكاء الاصطناعي، ويبدا يحول عن طريق الذكاء الاصطناعي الاقتباسات دي او الكوتس دي لتعليق صوتي عشان يبدا يدمجها مع الصوره دي ويطلع فيديو احترافي زي اللي انت بتشوفه ده. اول حاجه نعملها نروح لشات جي بي تي، واللي ما يعرفش فده روبوت دردشه بيعمل بالذكاء الاصطناعي، بتطلب منه اي حاجه في صوره كتابه ويرد عليك بيها في نفس اللحظه. هنختار الاول موضوع الفيديو، وليكن مثلا الفيديو الاول اللي احنا هنعمله هيكون عن الاراده، فهنبدا نطلب من شات جي بي تي ونقول له اكتب لي 50 اقتباس عن قوه الاراده، ونبدا نضيف اي حاجه هنعزينها زي مثلا احنا هنا نقول له بدون اسم الكاتب عشان نحوله على طول لتعليق صوتي، وهنا بيبدا يديك عدد الاقتباسات اللي انت طلبتها منه، واحنا قلنا له 50 اقتباس، فهنا في خلال لحظات ادانا ال 50 اقتباس اللي احنا طلبناهم منه. وهنا جيت وقلت له ان هو يحط لي التشكيل اللغوي عليهم عشان الذكاء الاصطناعي يقدر يطلع لنا نطق صحيح ليهم وما يكونش فيه اي اخطاء املائيه في القراءه في التعليق الصوتي. وبعد ما يخلص نيجي فوق هنا ونضغط على كلمه نسخ او علامه النسخ اللي هنا بالشكل ده، وكده اتنسخ معانا الاقتباسات او السكريبت اللي معانا ده. بعد كده هنيجي في البحث هنا ونكتب كلمه play.ht ونضغط انتر عشان نبدا ندخل على الموقع اللي هيعمل لنا التعليق الصوتي او هيحول السكريبت او الاقتباسات ديت لتعليق صوتي بالمعلق او بالصوت اللي احنا نختاره. وللمره المليون بقول ان الاصوات ديت ما عليهاش حقوق نشر، يعني اصوات الذكاء الاصطناعي ما عليهاش حقوق ملكيه، اي حد يقدر يستخدمها ما فيش اي مشكله، لان كل صوت بيبقى مختلف عن التاني حتى لو مستخدمين نفس المعلق الصوتي، كل صوت مختلف عن التاني وما عليهوش اي حقوق ملكيه ولا هيبقى محتوى مكرر. وهنيجي هنا نضغط على كلمه كرييت فري اي اي فويس اوفر، وهنا هتبدا تسجل بالحساب بتاعك بشكل مجاني تماما. وهنا بيديك شويه تعليمات كده بيقول لك ان انت في النسخه المجانيه في الموقع ده بتقدر تعمل 50 ساعه من التعليق الصوتي بشكل مجاني، هتعوز اكتر من 50 ساعه فانت محتاج تشترك في النسخه المدفوعه، ولكن ما اعتقدش ان حد هيعمل في الشهر اكتر من 50 ساعه. ونيجي نضغط هنا على الكلمه اللي فوق اللي باللون الاخضر اللي هي كرييت اوديو عشان نبدا ننشئ ملف جديد او نبدا ننشئ تعليق صوتي جديد، ونختار اللي على الشمال ديت اللي هي يوز ستاندرد بريميوم فويسز، ونلصق النص او الاقتباسات اللي احنا خدناها من شات جي بي تي في المكان ده. وبعد كده نيجي فوق هنا ونبدا نختار اللغه بتاعت النص بتاعنا، اللغه هنا هي اللغه العربيه فهنبدا نختار ارابيك من هنا، في الاول خالص هنا هتلاقي اللغه العربيه موجوده، فهنا موفر لنا صوت ذكور يعني اللي هو امجد وحازم وعمر، اعتقد حازم هيكون كويس، ومع شويه ايديت في الاخر هنقدر نطلع صوت يكون متناسب مع الاقتباسات او مع الحاجات اللي احنا جايبينها، وبعدين نضغط تحت هنا على كلمه كونفيرم، فنضغط هنا على كونفيرت تو سبيتش عشان نبدا نحول الملف لام بي 3 ونشوف التعليق الصوتي مع بعض، في خلال لحظات 10 او 15 ثانية بالكتير هيبدا يحول لنا السكريبت ده لتعليق صوتي بالمعلق اللي احنا اخترناه كمان، ونبدا ننزله بشكل مجاني تماما طالما احنا لسه في حدود الاستخدام اللي هو 50 ساعة وبس. خلاص كده عمل جنريت او عمل كرييت للاوديو او الفويس بتاعنا، نبدا نشغله ونسمعه الاول قبل ما ننزله. القوة الحقيقية للارادة تكمن في قدرتنا على تجاوز الصعوبات والمواجهة بقوة وثبات. اعتقد الصوت مناسب تماما ومفيش اي اخطاء املائية، فنيجي هنا ونضغط داونلود عشان نبدا ننزل الفويس او التعليق الصوتي بتاعنا، ويبدا ينزل معانا بشكل مجاني تماما زي ما انتم شايفين. ونيجي بعد كده عايزين ننشئ الشخصيه بتاعتنا، الشخصيه اللي هتقدم المحتوى، عشان كده هنروح لموقع اسمه leonardo.ai. عن طريق الموقع ده او الاداه ديت نقدر نعمل الشخصيه بتاعتنا بالمواصفات اللي احنا عايزينها، يعني بتكتب له كلام هو بيحول لك الكلام اللي انت بتكتبه له ده لصوره بالمواصفات اللي انت كتبتها له، فكل اللي عليك انك انت اول ما تدخل على الموقع هتحط هنا الايميل بتاعك وبعدين تضغط على اكونت مي ان، وهيبدا يبعت لك رساله على الايميل ده تقدر من خلالها تدخل على الاداه ديت وتقدر تستخدمها بشكل مجاني تماما، وفي خلال لحظات هتلاقيه جاب لك رساله على الايميل بالشكل ده موجود فيها الرابط بتاع الموقع، تبدا تدخل عليه عشان يبدا يتيح لك استخدام مجاني للاداه ديت. واول ما بتدخل على الموقع من الايميل اللي هو بعته لك، وبالمناسبه الايميل ده ممكن يتاخر شويه، ممكن يقعد من 20 ثانيه لحد ساعه او ساعتين او 3 ساعات على ما يوصل لك، ولكن هيوصل لك في النهايه. اول ما تدخل عليه زي ما عملنا دلوقتي كده هتلاقيه مديك 200 عمله هنا تقدر تستخدمهم في توليد
تعميد صور او انك تعمل اي خدمه من الخدمات اللي بيوفرها الموقع. وما تقلقش، الموقع مش طماع شويه زي بقيه المواقع، ال 200 عمله دولت يكفوك كتير جدا، يعملوا لك شغل كتير جدا. يعني تقريبا بعد ما جربت انا عملت 50 صوره ب 50 عمله، يعني تقريبا العمله الواحده بتعمل لك صوره، يعني ال 200 عمله اللي بيديهم لك تقدر تعمل بيهم 200 صوره. ودي حاجه كويسه جدا، ان اداه احترافيه بشكل كبير جدا زي دي توفر لك انك تعمل 200 صوره بشكل مجاني عندها. وتعالوا نشوف ازاي هنعمل الصور عن طريق الكلام. هتيجي تحت هنا شويه وتضغط على AI Image Generation، وبعد كده تيجي في مكان الكتابه ده وتبدا تكتب له ما تتخيله، تخيل اي شيء واكتبه للموقع هنا، ويبدا يحول لك التخيل او الكلام اللي انت كتبته له ده لصور احترافيه وبجوده ما تتخيلهاش اصلا. فالموقع هنا كل التعامل معاه باللغه الانجليزيه، انت هتكتب له بالانجليزي عشان يبدا يولد لك الصور ديت. طيب الانجليزي بتاعه ضعيف او مش كويس، هتيجي هنا على ترجمه جوجل او اي موقع او برنامج ترجمه، وتبدا تكتب اي كلام انت عايزه بالعربي وتحوله بالانجليزي وبعدين تحطه في الموقع. فاحنا هنا القناه بتاعتنا ديت او الفيديوهات اللي احنا بنقدمها هي عباره عن اقتباسات وعباره عن كلام عميق شويه. فاحنا نيجي نقول له تخيل رجل عربي حكيم كبير السن يبدو عليه الحكمه والوقار، ونبدا ننسخ هنا الكلام باللغه الانجليزيه ونيجي نحطه في الموقع بالشكل ده، ونضغط على جينيريت ونستنى عليه من ثانيه 2 3 5 6 ثواني، وهتلاقيه هيبدا يولد لك صور بالمواصفات اللي انت اديتها له، صور احترافيه مشابهه جدا جدا لاداه ميدجيرني لو حد يعرفها. ولكن زي ما انتم عارفين طبعا اداه ميدجيرني معش متوفره بشكل مجاني دلوقتي. وشوف هنا عمل لك صور يعني محترمه جدا، والصور دي هتكون مناسبه جدا مع المحتوى اللي احنا بنقدمه. هنبدا نختار اي صوره منهم، وليكن مثلا هنختار الصوره دي مثلا، وتيجي هنا تضغط على تنزيل وهتبدا تنزل معاك الصوره. طيب دلوقتي عندي مشكله ان هو وشه مش ليا، وشه مش هتبقى للمشاهد يعني وباصص بجنب كده، فهنيجي هنا في الترجمه تاني ونقول له بحيث يكون في منتصف الشاشه وينظر للشاشه، ونضغط نسخ من هنا ونروح نحط البرومبت كامل مكان القديم ده ونضغط على كلمه جينريت. ولكن هنا فهم غلط وفهم ان هو بيبص الشاشه قدام منه، فعايزين دلوقتي نعدله هنا ونيجي نقول له بحيث يكون في منتصف الشاشه ونمسح ينظر للشاشة، وكده أظن هيبقى يطلع نتيجة كويسة معنا. وهنا هتلاقيه جاب لك نتيجة تحفة زي ما انت شايف، اعتقد يعني ممكن تكون افضل نتيجة نستخدمها هي الاولانية اللي على اليمين ديت، نيجي عليها ونضغط داونلود من هنا. وعايز برضه انوه على حاجة يا جماعة، ان الصور ديت ما عليهاش حقوق ملكية، وبرضه عمر الذكاء الاصطناعي ما يطلع لك النتيجة مرة تانية واكتر من مرة. يعني لو جه حد دلوقتي وكتب نفس اللي انا كتبته في الفيديو ده في نفس الموقع هنا، هي مش هيطلع له نفس النتيجة، هتطلع له نتيجة مختلفة. وديت هي ميزة الذكاء الاصطناعي، ان هو في كل مرة بيعمل لك نتيجة مختلفة عن التانية، وعمره ما يطلع لك نفس النتيجة حتى لو كتبت له نفس البرومبت او نفس التعليمات بالظبط. فما تقلقش من حته الحقوق الملكيه اطلاقا. وبعد كده هنروح لموقع canva.com، وبنضغط فوق هنا على كلمه ابتكار تصميم، وبعدين نضغط على كلمه تخصيص الحجم من هنا، وبعدين نخلي العرض 1920 والطول 1080، ونضغط على ابتكار تصميم جديد، وبعدين نضغط هنا على كلمه التحميلات، وبعدين تحميل الملفات من هنا، ويختار الصوره اللي انا نزلتها. واول ما ترفع معاك الصوره هتبدا تسحبها هنا بالشكل ده كده، ونسيبها في المكان ده، وبعدين نضغط على كلمه تعديل الصوره من هنا، وبعدين نختار مزيل الخلفيات عشان يبدا يشيل لنا خلفيه الصوره. وممكن برضو تستخدم اي اداه ثانيه لازاله خلفيه الصوره، مش لازم كانفا، عندك ادوبي دوت اكسبريس، عندك ريموف دوت اي اي، عندك ادوات كتير جدا تبدا تشيل لك الخلفيه من الصوره بدون اي مشكله. وهنبدا نكبر بقى الصوره شويه كده بحيث ان احنا نخليها ماليه الشاشه، لان الفيديو هيبقى معانا بنفس الشكل اللي هيظهر هنا. هنجيبه هنا شويه كده، ونكبر الصورة كمان لفوق شوية بالشكل ده كده، وأنا شايف إن كده هيبقى مناسب جدا. ونيجي هنا نقطع الخلفية البيضة ديت بالشكل ده، ونختار الألوان من هنا، ونبدأ نخلي الخلفية باللون الأسود. أنت ممكن تختار أي حاجة أنت عايزها، ولكن أنا هخليها اللون الأسود بحيث إنها تبقى بالشكل ده كده، شايف إنها تبقى أشيك شوية. أي لون اختاره أنت عادي، ولكن أنا شايف اللون الأسود هيكون مناسب مع الشخصية العربية الحكيمة دي. ونيجي نضغط هنا فوق على كلمة مشاركة، وبعدين تنزيل عشان يبدا ينزل معانا الصوره. ودلوقتي بقى معانا كده الصوره بتاعتنا الشخصيه اللي احنا عملناها بالذكاء الاصطناعي، ومعانا التعليق الصوتي. عايزين بقى ندمج الاثنين دول مع بعض بحيث ان احنا نطلع فيديو احترافي زي اللي احنا بنشوفوه على القناه اللي وريتها لك في اول الفيديو ده. هنيجي هنا لموقع d-id، الموقع ده هو اللي هيعمل لنا الدمج بين التعليق الصوتي وبين الصوره او الشخصيه اللي احنا اخترناها. هيفتح معاك الموقع بالشكل ده اول ما تدخل عليه، وما تقلقش كل المواقع والادوات اللي استخدمناها في الفيديو ده هتلاقيني سايب لك
الروابط بتاعتها في الوصف. هتيجي هنا تضغط على كلمه لوج ان عشان تبدا تسجل دخول بشكل مجاني، وهيفتح معاك الشاشه دي بالشكل ده. هنيجي هنا على كلمه جيست من تحت ونضغط على علامه السهم ده كده ونضغط على لوج ان او ساين اب، ونبدا نسجل بحساب جوجل موجود معانا بكل سهوله. وبعد ما سجلنا هنيجي هنا نضغط على كلمه كرييت فيديو اللي هي علامه الزائد اللي فوق ديت، وهنا هتلاقي الموقع موفر لك مجموعه من الشخصيات الجاهزه اللي انت تبدا تستخدمها في صناعه المحتوى الخاص بيك. ولكن احنا خلاص ما عادش محتاجين شخصيات من الموقع، معانا الشخصيه بتاعتنا ظبطناها وجهزناها تماما معانا. هنبدا بس نضغط على كلمه اد هنا عشان نضيفها، ودي هتبقى شخصيه خاصه بينا ومميزه لقناتنا، وده هيكون افضل بكتير من اننا كنا نختار شخصيه جاهزه من الموجودين في الموقع هنا، وهتنضاف معاك بالشكل اللي انت شايفه ده. بعد كده عايزين بقى نضيف الصوت عشان يبدا ادمج لنا الصوت مع الصوره مع بعض. هنيجي هنا نضغط على كلمه اوديو من فوق بالشكل ده، وبعدين تضغط على ابلود يور اون فويس، ونختار الصوت اللي احنا نزلناه من موقع التعليق الصوتي، ونستنى عليه 3 4 ثواني ويبدا يرفع معانا الصوت بالشكل ده. كل اللي عليك انت دلوقتي انك انت تضغط ضغطة واحدة عشان تدمج بقى الصوت مع الصورة. هنيجي فوق هنا نضغط على كلمة جينيريت فيديو عشان يبدأ يعمل عملية الدمج، ونضغط على كلمة جينيريت من هنا، ونستنى على الفيديو لحظات بسيطة كده على حسب سرعة النت عندك، ويبدأ يعمل لك دمج للفيديو. نستنى عليه 5-6 ثواني كده وهيبدأ يدينا النتيجة النهائية، وهنا خلص معانا الفيديو. تعالوا نشوف النتيجة مع بعض. القوة الحقيقية للإرادة تكمن في قدرتنا على تجاوز الصعوبات والمواجهة بقوة وثبات. طبعا مش دي النتيجة النهائية للفيديو، لسه عندنا كمان شويه تظبيطات عن طريق الذكاء الاصطناعي بحيث ان احنا نخليه فيديو احترافي والكلام اللي بيتقال يظهر على الفيديو. ويتابع معايا عشان نكمل. هنضغط هنا على كلمه داونلود عشان نبدا ننزل المقطع ده، وهيبدا ينزل معانا بشكل مجاني تماما. بعد كده هنروح لموقع او اداه vit.io، وبدون دخول في التفاصيل على طول هنضغط هنا على كلمه ستارت تو فري، وبعدين هنا هنبدا نرفع الفيديو بتاعنا اللي احنا نزلناه عشان نبدا نعمل عليه شويه تعديلات كده، والكلام اللي بيتقال يظهر على الفيديو بشكل تلقائي من غير ما نقعد نكتبه كلمه كلمه. الموقع ده يعتبر موقع منتج بالذكاء الاصطناعي، موقع مونتاج بسيط بيعمل لك مونتاج للفيديو بتاعك بادوات بسيطه جدا. يعني حته الترجمه ديت ممكن تكون الترجمه للغه العربيه التلقائيه مش موجوده في برامج كتير، ولكن هنا هوريك دلوقتي بضغطه واحده كل الكلام بيتقال الفيديو هيظهر على الفيديو، ونبدا نختار الستايل الكلام بيظهر بيه كمان زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. هننتظر الفيديو يحمل زي ما ظهر معاك فوق دلوقتي، واول ما يخلص تحميل على طول نضغط على كلمه سبتايتلز من هنا، ونضغط على اوتو سبتايت، وهتلاقيه اختار لغه الفيديو عندك هنا هي ارابيك ايجيبت اللغه العربيه، ونضغط على كريت سبتايتلز عشان يبدا يعمل لك الترجمه التلقائيه على الفيديو، ويظهر لك الترجمه على الفيديو زي ما انت شايف كده. بتضغط هنا على كلمه ستايلز عشان نبدا نختار ستايل الخط اللي احنا عايزينه. طيب نيجي ناخد الكلام هنا نحطه في المكان الفاضي على اليمين اللي احنا محددينه للمنطقه بتاعه الكلام بس كده، يعني الكلام اللي هو يقوله هيبدا يظهر معانا في المكان ده كده. تلاقي هنا عندك ستايلات كتير جاهزة تبدأ تختار منها على طول، أعتقد ده هيكون مناسب جدا وشكله كويس جدا. وبعدين نضغط هنا على كلمة دن، ونضغط على اكسبورت فيديو، ونضغط على كلمة تنزيل من هنا، ونختار امتداد الفيديو وهنختاره MP4 طبعا، وهيبدأ ينزل معاك الفيديو بشكل مجاني تماما. القوة الحقيقية للإرادة تكمن في قدرتنا على تجاوز الصعاب والمواجهة بقوة وثبات. إرادة صلبة تصنع الفرق بين الناجحين والفاشلين. عندما تكون الإرادة قوية، فإن لا شيء يمكن أن يقف في طريق تحقيق الأهداف. الإرادة الصلبة هي مفتاح النجاح في كل مجال من مجالات الحياة. قوة الإرادة هي ما يجعلنا نواجه التحديات بثقة وشجاعة. الإرادة القوية تعزز القدرة على التحمل والتصميم على النجاح. الإرادة الصلبة تحول الأحلام إلى حقيقة. عندما يكون لديك إرادة قوية، فإن العالم يتحول إلى ساحة لإظهار قدراتك. القوة الحقيقية للإرادة تكمن في قدرتنا على الاستفادة من الصعاب والتحول بها إلى فرص. الإرادة الصلبة هي الشمعة التي تنير طريقنا في أظلم الأوقات. قوة الإرادة تسمح لنا بتحقيق المستحيل وتتحدى الظروف القاسية. الإرادة الصلبة هي القوة الداخلية التي تمنحنا القوة للصمود في وجه أي عقبة. الأدوات اللي أنا استخدمتها دي تقدر تطلع أنت منها نتيجة أحسن من كده بكتير. امسك كل أداة أداة وجرب بنفسك وحاول تاخد أفضل نتيجة من الأدوات ديت. إذا قعدت مع نفسك كده وتميت تستخدم كل أداة وتجيب أخرها وأعلى قدرات عندها، هتلاقي نفسك بتطلع فيديوهات أفضل من اللي إحنا عملناها ديت بكتير جدا. بس بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو أنت شايف إنك استفدت أي حاجة من الفيديو ده ما تنساش تنزل تعمل لايك للفيديو، ولو أنت مهتم بالنوع ده من الفيديوهات انزل اشترك في القناة عشان يوصلك أي فيديو جديد ننزله. السلام عليكم.